السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم ومرحبا بالبنات اللي اول مره كينضموا للقناه. في هذا الفيديو ان شاء الله هنتقاسم معكم واحد الوصفه طبيعيه للشعر، يعني كتعطي نتائج مبهره. المكونات ديالها كما كتشوفوا البنات كلهم طبيعيين، يعني كتساعد على تطويل الشعر وكذلك الترطيب والكثافه ديال الشعر كذلك. كنتمنى من الناس لاول مره كيزوروا القناه ما تنساوش انكم تشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر وكذلك تفعيل الجرس وتشجعوني بلي لايك. ننتجوا المكونات، عندنا بالنسبه للمكون الاول عندنا حبه راس، حبه راس البنات كتعالج مشاكل الشعر من التساقط والتقصف، وكذلك عندنا زريه البصله، وكذلك عندنا زريه البصله. بالنسبه لزريه البصله البنات كتساعد على التقويه ديال الشعر وكذلك كتمنعه من التساقط، لانها كتحتوي على مجموعه من المعادن اللي كتخلي الشعر يكون صحي من الجذور. وكذلك عندنا مكون اخر هو العدس. بالنسبه للعدس البنات كيحتوي كذلك حتى هو على مجموعه من العناصر المعدنيه وخاصه الزنك، وكيساعد على التغذيه ديال الشعر وكيعطيه اللمعان، وكيحتوي على الفيتامين او المضاد للاكسده. وعندنا كذلك البنات زريعه الكتان وبذور الكتان. بالنسبة لبذور الكتان هي كذلك كتغذي بصيلة الشعر وكتحمي الفروة ديالو، فروة الرأس عفوا، من الجفاف. وعندنا كذلك المكون الأخير هو زنجلان أو السمسم، بذور السمسم كذلك هو كيساعد على زيادة ديال الشعر وكيغذيه بالأحماض الدهنية الأساسية بحال الحمض الأوليك، وكذلك كينشط الدوره الدمويه. بالنسبه لهاد المكونات البنات غادي نحمصهم شويه، بعد ما نقيتهم غنحمصهم شويه في المقلاه وغادي نطحنهم في الطحان الكهربائي، ومن بعد غادي نديرهم في قرعه ونخلطهم مع زيت الزيتون وزيت البلديه كما كنقولوا، وغنديرهم في واحد القرعه ديال الزاج، وغادي نخليهم زيت البلديه تكون خاليه من الملح، وإلا كانت فيها الملح اكيد غندير لها حمام مريم، نديروها في حمام مريم حتى يمشي من هذاك الملح، وكنخلطوها نخليها تبرد شويه، نخلطوها مع هاد المكونات كامل بعد ما كنطحنهم كما قلت لكم، ونديرها في واحد ونهز هذيك القرعه وكنلف عليها الورق ديال الجورنال، وكنديرها في واحد المكان مظلم مده 8 ايام حتى 10 ايام صافي. وكنبقى نستعمل هذا الزيت ديالنا، كنشقق به الشعر ديالي يعني واحد ساعتين قبل الاستحمام، وان شاء الله تلقاو عليها نتيجة مزيانة. ودابا ندوز ان شاء الله نطحن هاد المكونات. هنا البنات بعد ما حمصت المكونات اللي عندي او البذور وطحنتهم في الطحان الكهربائي، انتم كيجيو على هذا الشكل هذا، يعني ما كيكونوش مطحونين بزاف. على فكرة البنات هنا عندي جوج معالق كبار من كل مكون، واكد جوج معالق كبار من كل مكون. ان شاء الله غادي نوضعهم في واحد القرعه ديال الزاج ونزيد عليهم الزيت القدر الكافي من الزيت زيت الزيتون او زيت البلديه. البنات هنا بعد ما جمعت البذور اللي عندي مع الزيت البلديه او زيت الزيتون اللي طبعا كتكون خاليه من الملح، كنديروها في حمام مريم الا كانت فيها الملح، والا ما كانت راه تكون احسن. والوصفه هي هذه البنات، نتمنى انها تنال اعجابكم وتلقاو عليها استحسان. غير البنات ضروري المداومه على اي وصفه درناها او بنيناها، خصنا نداوموا عليها حتى نلقاو ان شاء الله النتيجه اللي بغينا وتكون مرضيه. ونتمنى منكم انكم تدعموني بلي لايك وتابونوا عندي في القناه اللي باقي ما مابوني، وشكرا لكم البنات والسلام عليكم.